نصر. خير، احلى مسا عليكي وعلى فيفي وهشام وسلمى، احلى مسا عليكم. احنا النهارده في اقصى الصعيد في محافظه اسوان، تحديدا في ادفو. معانا النهارده المتسابق هاشم محمد ابراهيم، هو اللي هيكسب معانا النهارده الجائزه بتاعت احلى مسا اللي قيمتها 100,000 جنيه. تعالوا مع بعض نشوف استاذ هاشم. مساء الخير، اتفضل بس هنا بعد اذنك. ازيك؟ اهلا وسهلا. انت مخضوض ليه؟ مش مخضوض يعني، انا بس عشان مش عارف ايه. احنا قناه ام بي سي. يا مرحبا، اهلا وسهلا. انا عايزه استاذ هاشم. هاشم؟ ايوه. محمد ابراهيم؟ ايوه. موجود. طيب بعد اذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذ هاشم؟ الله يخليك. عامل ايه؟ اهلا بيك. احنا قناه ام بي سي. الله يبارك فيك. برنامج احلى مسا. الله يخليك. حضرتك حليت المسابقه بتاعت برنامج احلى مسا؟ ايوه. كانت ايه الاجابه؟ الاجابه ناظر. متاكد؟ متاكد. طب لو كسبت 100,000 جنيه معانا هتعمل بيهم ايه؟ اعمل بيهم حاجات كتير، بس اكسبهم الاول. لو ما كسبتش برضو عادي. طيب حليت المسابقه كم مره؟ اتصلت كم مره؟ بعت رساله كم مره؟ ثلاث مرات. اتصلت على الارضي مره، ومرتين على المحمول 011. وحسيت انك هتكسب، ولا كنت حاسس ان محدش هيجي لك اخر المحافظه؟ لا لا لا، ما اتوقعش ان تيجي هنا انت. ليه بقى؟ ما مشوار اسوان. طب انت متخيل ان احنا هنيجي يعني اسوان وكمان في ادفو؟ لا ما تخيلش. طب انت ايه رايك؟ احنا جينا لك اهو. تشكر. بس وكسبت الفلوس. والله شوف الفلوس. طب انت كسبت معانا النهارده 100,000 جنيه. اللي بقى. تعالى 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 تعالى. مبروك مبروك. طب اتفضل 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 اتفضل. معاك 100,000 جنيه من برنامج احلى مسا.